الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نجتمع ونقرأ كتاب شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري الشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأحد، ليلة 19 من صفر العام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 28 من الشهر العاشر لعام 18 و2000. وقد بدأنا بباب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وبينا أن قتل المسلم وإن سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا لكنه لا يخل من ملة الإسلام، بدليل أن الله عز وجل قال عن المتقاتلين، قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس أنه قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم. الأحنف بن قيس في الفتنة اللي وقعت بين بعض الصحابة وجيوشهم، طبعا علي بن أبي طالب ومعاوية بن سفيان، فخرج الأحنف بن قيس يريد أن ينصر عليا رضي الله عنه. لقيه أبو بكر، أبو بكر الصحابي، ليس أبو بكر الصديق، لا، أبو بكر. فقال: إلى أين؟ قال: قلت: أنصر هذا الرجل، يعني من؟ علي بن أبي طالب. فقال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. طبعا لما بوب البخاري باب وإن طائفتان من المؤمنين ثم قالوا سماهم مؤمنين مع أنهم تقاتلوا، وهذا الحديث: إذا التقى المسلمان فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، ومع ذلك قال: فالقاتل المقتول في النار، مما يدل على أن الوعيد بالنار ليس معناه على كل حال أن من وقع بما توعد به عليه بالنار أنه كافر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا التقى المسلمان. فمسلم يقتل مسلم في حرب فتنة أو مشاجرة لا يكون كافرا، وإن كان قتل مسلم المسلم أو قتل الرجل المسلم هذا من أفعال الكفار، كفار من قتل المسلمين. ففقه دقيق في بيان أن الكبيرة لا تسلب إيش؟ الإيمان بالكلية. صح، يضعف الإيمان وينقص الإيمان، لكن لا تسلب صاحبه الكبيرة، ما تسلب صاحب الإيمان إيش؟ المطلق الإيمان، لكن تسلبه ماذا؟ الإيمان المطلق. لن يكون ذو إيمان كامل إذا كان يرتكب الكبائر. قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، يعني أبو بكر يقول، فقلت: يا رسول الله، هذا قاتل، يعني يستحق النار لأنه قتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذن هو ما قتل المقتول، ما قتل لماذا؟ لأنه لم يتمكن من القتل، لا لأنه كف عن قتل المسلم، ما تمكن، فعاجله القاتل فقتله. لو استطاع أن يقتل لقتل، إذا قال كان حريصا على قتل صاحبه. نعم. وهذا قال الشيخ حفظه الله: وهذا الحديث فيه أن الأحنف بن قيس رحمه الله سيد بني تميم، رئيس بني تميم، وكان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه، لكن قبل أن يسلم، إنما أسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك يعد من التابعين، يعد الأحنف بن قيس من التابعين، وكان مشهورا بالحلم،
حتى يضرب به المثل في الحلم والأناة، فكان مشهورا بهذا رحمه الله. قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل الأحنف بن قيس، خرج مستعدا للقتال مع من؟ مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لما حصلت الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، نشبت الفتنة بين المسلمين، طائفة يطالبون بدم عثمان رضي الله عنه، يريدون تسليم القتلة للعدالة. وهؤلاء من؟ بنو أمية، لأن عثمان من بني أمية، فمعاوية يطالب بدم ابن عمه، وعلي بن أبي طالب يقول بايعني تستغل الخلافة لي ثم اقتص من القتلة، فهو يقول لا، اقتص من قتل ابن عمي ثم أبايعك. حصلت فتنة، وهذه الفتنة قد عصم الله منها سيوفنا، يعني ما شاركنا احنا في القتال الحمد لله، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. فأهل السنة ماذا يقولون؟ فلنعصم ألسنتنا، ما نذم هؤلاء ولا نذم هؤلاء، بل نحب يعني سلف الأمة بالعموم. نعم. وطائفة انحازوا مع علي رضي الله عنه بعد مبايعته بالخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه على أنه هو الخليفة. نعم. وهؤلاء إخوانه يقولون: نعم نحن لا نمانع في الخلافة، إنما نريد القتلة الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه يقدمون للعدالة، علي رضي الله عنه ما يقدر يسلمهم حتى يستتب الأمن وحتى يستتب الأمر، لأن الأمور ما تزال في رجة والعياذ بالله. قدر الله أنه صار قتال بين من يطالبون بدم عثمان رضي الله عنه وبين علي رضي الله عنه، لا بإرادة من علي رضي الله عنه ولا بإرادة من إخوانه الصحابة رضي الله عنهم، وإنما أهل الفتنة هم الذين أشعلوا الحرب بين الطائفتين لئلا يوصل إليهم ليشغلوا الناس عن الوصول إليهم، فالحرب ليست بإرادة علي ولا بإرادة إخوانه، إنما أشعلها أهل الفتنة فيما بينهم فحصلت المقتلة. سبحان الله، هذا منذ القديم، ها؟ يعني في ناس يشعلون الفتن، كلما أوقدوا نارا للحرب يطفئها الله. فوجد في هذا الفئة من يبدأ ويقتل بالفئة الأخرى، ووجد في هذه الفئة من يبدأ ويقتل الفئة الأخرى، فكل واحد يظن إيش أن قد بدأت فتنة الفئة الأخرى بقتاله فقاتل، وحصل ما حصل، فاجتهدوا وأخطأوا، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر، ومن اجتهد وأصاب فله أجران. نعم. الأحنف بن قيس خرج يريد مناصرة علي في هذه الحرب، وهي بين فئتين من المؤمنين، خرج يريد أن يناصر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلقيه أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه، فقال له: أين تريد؟ قال الأحنف: أنصر هذا. إذن أبو بكر ما اسمه؟ نفيع بن الحارث الثقفي. نعم. فقال له: أين تريد؟ قال الأحنف: أنصر هذا الرجل، يعني علي رضي الله عنه. قال: أرجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فعند ذلك رجع الأحنف رحمه الله، رجع عما أراد، تنازلا لقول أبي بكرة رضي الله عنه وعملا بالحديث. وهكذا المسلم إذا بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتثل على الرأس والعين، فرجع، فدل على أنه لا يدخل الإنسان في الفتنة إذا شبت فتنة بين المسلمين وتقاتلوا، أنت لا تدخل معهم، إن أمكن تصلح بينهم أصلح، وإلا فلا تزد الشر شرا ولا تدخل بينهم، أمسك عن الدخول بينهم، لأنه قتال فتنة. فرجع الأحنف بن قيس رحمه الله، فدل هذا على أن الواجب على المسلم إذا حصل قتال بين المسلمين أن لا يدخل في الفتنة، أن يكف إلا إذا كان يقدر على الصلح بينهم فإنه يصلح بينهم. الشاهد منه قوله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، يعني كل واحد يريد أن يقتل الآخر. قوله صلى الله عليه وسلم: فالقاتل والمقتول في النار، لأنه لا يجوز للمسلمين أن يتقاتلا، فالقاتل في النار. أحسن الله عليكم. لأنه لا يجوز للمسلمين أن يتقاتلا، فالقاتل في النار، لأنه قتل، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب توجب دخول النار،
لكن المقتول كيف يكون في النار وهو مقتول؟ سأل أبو بكرة أن رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه فعوقب من أجل نيته، لأنه يريد قتل أخيه فعوقب على نيته أن يقتل أخاه لو ظفر بذلك، فدل على تحريم القتال بين المسلمين حتى النية المسلمين. أحسن عليكم. فدل على تحريم القتال بين المسلمين حتى النية ما تنوي هذا، تحريم القتال ونية القتال بين المسلمين، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه قال: في النار، وليس معنى في النار أنهما خالدان فيها أو كافران، لا، في النار من باب الوعيد، المسلم يمكن يدخل النار بذنوبه، فهذا من باب الوعيد. نعم، يعني هذا القتل، قول النبي صلى الله عليه وسلم في النار، دل على أن قتل المسلم مسلم من الكبائر، لأن قيل في الكبيرة هي ما توعد عليها بنار أو حرمان من الجنة أو جاء فيها لعن أو غضب أو ليس منا أو ليس بمؤمن أو لا إيمان له، هذا دليلنا فعل الفلاني اللي توعد عليه بهذه الصيغة، بهذا الشيء من هذا الصيغ، إيش؟ أنه من الكبائر، أو يكون فيه حد قطع أو جلد. فهنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، دل على أن قتل المسلم مسلم يا إخوان من الكبائر. هذه واحدة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في النار لا يلزم منه أنه لا بد أن يدخل النار، لأن الله جل وعلا في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد يشاء الله عز وجل ولا يدخله النار، قد يتجاوز الله عنه ولا يدخله النار. فالوعيد بالنار ليس على كل حال يعني أن الله عز وجل سيعذب من توعده، قد يعفو عنه، وقد تأتي حسنة كبيرة كإخلاص التوحيد فتكون هذا إيش؟ شافع له، أو يشفع له الشافع بدعاء غيره ونحو ذلك. طيب، ولكن لو عذبه في النار فإنه لن يعذبه إلى الأبد، وإنما سيعذبه إلى أمد، لأن التوحيد والإيمان مانع من موانع الخلود في النار. لابد أن يكون مصير المؤمن، مصير الموحد، مآله الأخير إلى الجنة، يعني ولو دخل النار ابتداء سيكون مآلا إلى الجنة، وهذا من أعظم فضائل توحيد الله عز وجل. هنا أيضا في فائدة، أن أبا بكرة، ما اسمه قلنا؟ رفيع بن الحارث الثقفي، راجع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا بأس به، يعني لما سمع الخبر واستشكل في نفسه هو، قال: كيف يا رسول الله، هذا قاتل، فما بال المقتول؟ مما يدل على جواز مراجعة العالم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يراجع، بمعنى إيش راجع؟ يعني يستفصل منه على شيء لم يستوعبه السامع، لكن مع مراعاة الأدب. ما يأتي واحد يقل أدبا في السؤال، كما يذكر أن شخصا ما أو طالب من الطلاب قال للشيخ، الشيخ يدرسه، قال: يا شيخ، تناقضت، تقول كذا كذا ثم تقول كذا كذا، تناقض، هذا في أدب؟ ما في أدب. فالشيخ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كان أولى أن تقول: لقد أشكل علي القول بكذا ثم قلت كذا. ترجع ايش؟ تعيد الاشكال على نفسك، انت ما استوعبت، مش تقول للشيخ تناقضت، يعني حتى لو لاحظت ان الشيخ قد تناقض، والشيخ قد يتناقض، لان الشيخ بشر، والله جل وعلا يقول عن كلامه القران: ولو كان عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. هذا كلام الله عز وجل، فقد الشيخ يغفل عن جزئيه، او صار عنده سبق لسان، او استدل بحديث ضعيف، او خفيت عليه سنه، او لم يستحضر حديثا أو قولا، ممكن حتى لو كان عالما كبيرا ممكن يفوته الإنسان، ولكن ينبغي الأدب في الاستدراك على الشيخ أو سؤاله، فالأدب مطلوب. وأهل العلم صنفوا مصنفات وكتب في آداب طالب العلم، آداب العالم والمتعلم. فمراجعة النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة كثير لها شواهد: يا رسول الله تقول كذا، والله يقول كذا، يا رسول الله قلت كذا. فهذا أبو بكر
يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله هذا قاتل، فما بال ما بال المقتول؟ فقال كان حريصا على قتل صاحبه. دل على أن من كان حريصا على فعل المعصية ولم يتمكن منها فإنه يؤثب، تكتب عليه. وهذا لا ينافي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن من هم بالسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، بل لو هم ثم تراجع عنها كتبت له حسنة. هذا إذا تراجع عنها خوف من الله عز وجل، تذكر الوقوف بين يدي الله ومحاسبة الله له فتراجع. حتى في حديث يقول الله عز وجل لملائكته اكتبوا لعبدي حسنة، فإنه تركها لجرائي يعني خوفا مني وتعظيما لي ترك المعصية. أما واحد يريد أن يعمل معصية لكن إيش ما يتمكن، لو تمكن لفعلها، فهذا والعياذ بالله يؤثم. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام كالقاتل والمقتول في النار دل على تحريم القتال بين المسلمين، وعلى أن المسلم يكف عن الدخول فيها في الفتنة، ودل على أن الإنسان يعذب على نيته كما أنه يؤجر على نيته. إنه كان قال عليه الصلاة والسلام إنه كان حريصا على قتل صاحبه. الله أكبر. والشاهد من هذا الباب أن القتل وإن كان كبيرة من كبائر الذنوب فإنه لا يخرج من الإسلام ولا يقتضي الكفر، لأنه قال إذا التقى المسلمان، انظر المسلمان ما سلب عنهما الإسلام، دل على أن القتال بينهما لا يخرجهما من الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل وإن كان مسلما والقتيل وإن كان مسلما كلاهما في النار مع أنهما مسلمان، فدل على أن المسلم قد يدخل النار بالكبيرة التي فعلها. وفي هذا رد على لكن هل يخلد؟ لا، ما دام يعني موحدا لا يخلد. نعم. وفي هذا رد على المرجئة أيضا الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يدخل النار وهو مسلم ومؤمن، دل على أن المعصية تضر لا كما تقوله المرجئة لا يضر مع الإيمان معصية. ففي هذا رد على الخوارج من ناحية ورد على المرجئة، ودليل لمذهب أهل السنة والجماعة وهو المذهب الوسط والاعتدال، ولله الحمد. وسط بين من ومن؟ بين مذهب الخوارج والوعيدية ومذهب المرجئة. من أشهر يعني إذا قيل الوعيدية يشمل من ومن؟ الخوارج والمعتزلة. وإذا قيل المرجئة يعني الجبرية الجهمية، ها ثلاث جيمات هم نفسهم، الجهمية الجبرية المرجئة، هذه فرقة واحدة. سمى جبرية لأنهم يقولون بالجبر، أن الإنسان مجبور وليس له مشيئة، مجبور على الذنوب، مجبور على جميع أعماله. ويسمون مرجئة لأنهم أرجعوا أخروا الإيمان العمل على الإيمان، قال الإيمان معرفة، تعرف الله خلاص مو إلا تعمل، لو تعمل ما تعمل المعاصي إيمانك كامل. وسموا جهمية نسبة إلى من شهر مذهبهم هو الجهم ابن صفوان. واضح؟ طيب. قال البخاري رحمه الله باب ظلم دون ظلم. أيوة. إذا نعرف الآن، عرفنا أن فيه كفر دون كفر، صح؟ ويسمى الكفر الأكبر والكفر الأصغر. فالأصغر دون الكفر الأكبر، الأكبر يخرج من ملة الإسلام، والأصغر ينقص الإسلام لكن ما يخرج من ملة الإسلام. كذلك في ظلم دون ظلم وفي فسق دون فسق. واضح؟ طيب. قال الشيخ حفظه الله مراد الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة أن الظلم ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ظلم أكبر، القسم الثاني ظلم أصغر. مثل ما سبق أن الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر أكبر وكفر أصغر، ومثل الشرك شرك أكبر وشرك أصغر. طيب، الظلم الأكبر والظلم الأصغر، يعني باعتبار أن الظلم الأكبر يخرج من ملة الإسلام والأصغر لا يخرج من ملة الإسلام، الظالم ظلما أكبر إيش يخلد في نار جهنم، والظالم ظلم أصغر معرض للوعيد، لو عذبه الله فلن يخلده في جهنم. طيب، هذا باعتبار أنه أصغر وأكبر. في اعتبار آخر، تقسيم آخر للظلم، يقال الظلم العظيم وهو الشرك، وظلم العباد بعضهم لبعض، وظلم العبد لنفسه. فالظلم الأكبر
العظيم عفوا الظلم العظيم الشرك بالله عز وجل، ان الشرك لظلم عظيم. وظلم العباد بعضهم لبعض هو اعتداء الناس على بعض في الاعراض او في الاموال او في الانفس. وظلم العبد نفسه هو ارتكابه للذنوب، كان يسمع ما حرم الله او ينظر ما حرم الله او يتكلم ما حرم الله او يتهاون في اوامر الله. الظلم العظيم الشرك بالله عز وجل هذا لا يغفره الله عز وجل. والظلم العباد بعضهم لبعض هذا لا يترك الله منه شيئا، يقتص العباد للعباد لبعضهم من بعض. وظلم العبد نفسه هذا ممكن يغفره الله عز وجل وتذهبه الحسنات الماحية للسيئات. إذن هذا تقسيم وهذا تقسيم، باعتبار أصغر وأكبر ينقسم إلى أكبر وأصغر، باعتبار إلى أنواع الظلم في الظلم العظيم والظلم العباد بعضهم لبعض والظلم العبد لنفسه، ولا منافات. طيب استمر. والواجب على طالب العلم أن يعرف هذا ويميز بين ما هو أكبر وما هو أصغر، لأن بعض الناس يعمم فيحكم على الناس بحكم خاطئ ولا يفصل، فقد يأخذ الأكبر في كل شيء وقد يأخذ الأصغر في كل شيء. الواجب أن يفصل في هذا لأن هذا يترتب عليه أحكام شرعية فلا بد من التفصيل. فلذلك عني العلماء رحمهم الله كالإمام البخاري وغيره ببيان هذه الأمور، يجب أن يعرف الناس هذه الأشياء وينزلوها على منازلها. نعم. والظلم في اللغة، ولذلك من خلط في هذه التقسيمات الشرعية خلط في أحكامه، ربما يقع الإنسان في شرك أصغر فيخرجه من ملة الإسلام، ربما يحلف بغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فيسمع إنسان يحلف بغير الله فيقول أنت كافر، خلاص أنت في جهنم إن لم تتب إلى الله عز وجل مخلد، وليس أمر كذلك. وقد يطلق الشرع على ذنب معين بأنه كفر وأن من فعله فقد كفر، فيظن أنه إيش؟ أنه يوجب الخلود في نار جهنم والخروج من ملة الإسلام، هذا أيضا ليس بسديد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا فقهه في الدين، من لم يفقه الدين فإنه ممكن يضل بإطلاق الأحكام على الناس، حتى وجد من يكفر نفسه يكفر نفسه. فإن الله عز وجل يقول ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، فيقول يقرر خلاص من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، فالعاصي المرتكب الكبيرة ها خالد في جهنم. وهذا اعتقاد المعتزلة والخوارج وليس أمر كذلك. فالآية يراد بها إيش؟ المعصية، يراد بالمعصية في هذا السياق الشرك بالله عز وجل، وكل سورة الجن تكلم عن الشرك. فما يأتي إنسان إلا مثل هذه الآية فيحملها على المعاصي، معصية إيش؟ الإنسان يظلم نفسه بالمعاصي، وأن المراد الشرك كفر الأكبر. ولذلك القرآن لا يناقض بعضه بعضا، لو كان كذلك فكيف يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ها ويغفر ما دون ذلك ما يشاء؟ طيب ما الذي دون ذلك؟ دون الشرك، واللي دون الشرك من الذنوب معاصي. فلو كان ربنا جل وعلا ممكن يغفر لمن شاء ويقول في آية أخرى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا، إذا ما حملنا كل آية على المعنى المراد مراد الله عز وجل فيها صار إيش؟ في تناقض. والتناقض الحقيقة أين هو؟ في الآيتين ولا في الفهم؟ في الفهم. ولا كتاب الله كتاب أحكمت آياته لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولو كان عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. بلى من كسب سيئة سيئة سيئات، والنظر المحرم سيئة، سماع المحرم سيئة، كذا كذا سيئة، ضايق لك واحد تحتقر واحد سيئة. وربنا يقول بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فجاء الخوارج والمعتزلة وقالوا خلاص الآية واضحة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وما لاحظوا معنى قول الله عز وجل وأحاطت به خطيئته.
فالخطيئة التي تحيط بصاحبها وتحبط عمله وتدخل في جهنم خالدا فيها هي إيش؟ الشرك الأكبر. فلا بد من الفهم الصحيح. وذاك الشافعي يقول رحمه الله: آمنت بكتاب الله على مراد الله، وآمنت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الفهم الصحيح. وذلك يقول الشيخ هنا: الواجب على طالب العلم أن يعرف هذا ويميز بين ما هو أكبر وما هو أصغر، لأن بعض الناس يعمم فيحكم على الناس بحكم خاطئ ولا يفصل، فقد يأخذ الأكبر في كل شيء، كل ما سمي شرك يعتبره أكبر ومخرج من الملة، وقد يأخذ الأصغر في كل شيء، حتى الشرك الأكبر يسمي أصغر، حتى الذي يدعون غير الله عز وجل ويعبدون غير الله هؤلاء مشركون، يقول ليه صح مشركون لكن الشرك أصغر، ما يصير. انتبهتم؟ والواجب أن يفصل في هذا، لأن هذا ترتب عليه أحكام شرعية، فلا بد من التفصيل، وكما قيل عند التفصيل يتم التحصيل. لذلك عني العلماء رحمه الله كلمة البخاري وغيره ببيان هذه الأمور، يجب أن يعرف الناس هذه الأشياء وينزلونها على منازلها. كلام جميل. طيب قال: والظلم، والظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، وهو ثلاثة أقسام. القسم لغة وضع الشيء في غير موضعه. آية ناصر تحفظ من القرآن آية جاء الظلم بمعناه اللغوي. آية ناصر أقرب لك إياها في سورة الكهف، أقرب لك إياها في قصة الرجلين. ها ها صاحب الجنتين ولم تظلم منه شيئا. آتاه الله جنتين ما نقص منها شيء، هذا معناه ايش؟ ولم تظلم منه شيء يعني ايش؟ ما نقص منها شيء، ما شاء الله. أعطاه الله جنتين من أعناب وحفها بنخل وجرى خلالها نهرا، لم تظلم منه شيء يعني، ها يعني لم ينقص. هذا معناه هنا ايش؟ معناها اللغوي، الظلم معناها اللغوي، لأن الكلمات هذه تأتي معناها اللغوي وتأتي معناها الشرعي حسب السياق. مثل الإيمان نعرف الإيمان نحن، لكن ممكن يأتي بمعناها اللغوي كما قال أخوة يوسف: وما أنت ها بمؤمن لنا، يعني ما راح تصدقنا، ها لأنه إيش جاءوا على قميص بدم كذب وقال إيش يعني أكله الذئب، ما راح تصدقنا. وما أنت بمؤمن لنا، هنا مؤمن لهم يعني إيش مصد المعنى اللغوي يعني. انتبهتم؟ إذن الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعها، يعني يسمى النقص، النقص يسمى ظلم. فإذا وضعت الشيء في غير موضعه فهذا ظلم. طيب يقول: وهو ثلاث أقسام. انتبهت هناك في أصغر وأكبر، هنا في أقسام: ظلم اللي هو العظيم، ظلم العباد بعض البعض، ظلم العبد لنفسه. نعم. القسم الأول: ظلم الشرك، هذا أشد أنواع الظلم، وهذا لا يغفره الله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالشرك ظلم لأنه وضع للعبادة في غير موضعها. أين موضع العبادة؟ حق من العبادة؟ حق الله عز وجل. الدليل، ما دليلك بأن العبادة حق الله عز وجل؟ إياك نعبد وإياك نستعين. حديث معاذ صح؟ لما قال: تدري ما حق الله وما حق العبادة على الله؟ قال: حق الله أن يعبدوا، هذا حق الله صح؟ إذا حق الله أن يعبدوا، فالعبادة هي حق الله عز وجل، حق خالص ما يجوز لأحد منه شيء ولا ذرة، ولا أن تتقرب لغير الله بأن تذبح ذباب، ذبابا تذبح لغير الله ما يجوز، مع أن الذباب لا يتقرب به الله بذبحه، لكن واحد يتقرب لغير الله بذبح ذباب قربة له هذا شرك. لابد أن نعلم بأن العبادة حق خالص لله صرف، ليس لأحد منه شيء. فإذا صرفت أو صرف أحد حق الله لغيره فقد ظلم صح؟ أليس الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وضع الحق لغير صاحبه؟ كما لو تخاصم رجلان إلى قاضي، قاضي ظالم على قطعة أرض وهي
لرقم واحد للأول، فهذا من ظلمه رشوة أو قرابة أو حاجة حكم بها للثاني. ظلمه ولا ما ظلمه؟ ظلمه وليس بظلم. لماذا ظلم؟ لأن الأرض لحق الأول حكم بها الحق، الثاني ظلم، وضع الحق لغير صاحب، ظلم. طيب لو لم يفعل ذلك ولكن قال هاي الأرض ما شاء الله 1000 متر مربع، ها، حكم القاضي 500 للأول 500 للثاني، وهي لمن؟ الأول. يعني ها ظلم وليس بظلم، ظلم أيضا. حقي كامل تروح تعطي نص، لما؟ فهذا هو الظلم. طيب العبادة حق من؟ كلها حق من؟ حق الله عز وجل. فمن صرف العبادة غير الله فقد ظلم ظلما عظيما. فمن صرف بعض العبادة، مش كلها، بعض العبادة أيضا ظلم، لأنها العبادة كلها لله عز وجل، ويكون الدين كله لله. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين كله لله. الدين كله لله، الدين يعني العبادة التي يتدين بها يتعبد بها لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولا شيء لغير الله. وقال جل وعلا ألا لله الدين خالص. وقال جل وعلا قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. فلذلك صار هذا ظلم أن تصرف العبادة التي حق الله لغير الله. فمن جعل لغير الله فقد ظلم، فمن جعل منها لله ومنها لغير الله فقد ظلم. من الذي لم يظلم؟ من هو الذي حكم بالقسط؟ هو الذي يخلص الدين كل لله عز وجل. قال وهو ظلم أكبر. وهو ظلم أكبر يخرج من الملة هذا النوع الأول. قال الله جل وعلا في قصة لقمان لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، أول وصايا هذه، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هاي لو قرأت بطريقة يا بني لا تشرك بالله إن الظلم لعظيم، إن الشرك لظلم عظيم، صار هنا إيش؟ بالله قسم، صح؟ يعني والله إن الشرك لظلم عظيم. فتصير مؤكدة بكم توكيد؟ بالله بالقسم، إن اثنان، لظلم لا مزحلق للتوكيد، 3 توكيدات تؤكد ماذا؟ أن الشرك ظلم عظيم. وممكن تقرأها كما هو الأشهر يا بني لا تشرك بالله ها إن الشرك لظلم عظيم. لما قال جل وعلا إن الشرك، الألف واللام للاستغراق، يعني كل الشرك أي نوع من أنواعه؟ أكبر، أصغر، ظاهر، خفي، كل أنواع الشرك هي من الظلم العظيم. ليس من الشرك شيء ليس بظلم. لماذا؟ لأن العبادة كلها حق لمن؟ لا عز، ما يجوز ولا جزء من العبادة أن يجعل لغير الله عز. إذا سألت سأل الله، وإذا استعنت استعن بالله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إياك نعبد وإياك نستعين، وإياي فاتقون، وإياي فاعبدون، وإياي فارهبون، فلا تخافوا مخافوني، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربي أحدا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن قال فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. قرآن كثير جدا، دعوة الله عز لعباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، أي شيء، أي شيء من العبادات وأي شيء من المعبودات. لا تشرك بالله عز وجل أحدا، لا ملك، لا رسول، لا نبي، لا ولي، لا شمس، لا قمر، لا شجر، لا بقر، لا نار، لا هواء، لا تشرك بالله أي شيء من المعبودات. ولا تشرك بالله أي شيء من العبادات، لا ركوع، لا سجود، لا دعاء، لا نذر، لا ذبح، كل العبادات لله. واضح؟ هذا معنى إيش؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني ولا تشركوا به أي شيء من الأشياء
ولا بأي شيء من العبادات. كل الدين يجب أن يكون لله عز وجل وحده. فإذا قال لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ماذا تفيد هذه اللام؟ لظلم توكيد، تسمى مزحلقة للتوكيد، واضح؟ ولذلك لو لم تذكر اللام السياق أيضا سليم. لو قيل في غير القرآن إن الشرك ظلم عظيم، هل اختل الكلام؟ لم يختل. إذن هنا إيش؟ هذه لزيارة التوكيد، واضح؟ ولذلك هذه اللام ما تجر الاسم بعدها، إن الشرك لظلم عظيم. لماذا؟ لأن ليست حرف جر جار، وإنما إيش؟ هذه مزحلقة للتوكيد. أذكر مرة من زمان قرأت في الصلاة إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، لصوت. فجاءني واحد مدرس، وأنا بعد كنت مدرس لكن مدرس جغرافيا، قال أظن عندك خطأ. قلت ليش؟ قال قلت إيش؟ إن أنكر الأصوات لصوت، المفروض قول لصوتي. قلت لا، المفروض ما أنزله الله عليه لصوت. فظن أن اللام ها حرف جر، انتبهتوا؟ لا، هي ليست حرف جر، هي لام مزحلقة للتوكيد. ونقول هذا حتى ونجيبنا القصة هذه والسالفة حتى إيش يركز في معلومتك يا أبا عبد الله، أن هذه اللام مزحلقة للتوكيد. فكل هذه الآية أكدت بأن واللام مزحلقة الشرك ظلم عظيم، إياك أن تشرك بالله عز وجل، إياك في أي حالة من الحالات. هذا النوع الأول، القسم الأول من الظلم. القسم الثاني، القسم الثاني ظلم العبد لنفسه بالمعاصي، فإنه إذا عصى الله فقد وضع نفسه في غير موضعها وعرضها للعذاب والعقوبة، وكان الواجب عليه أن يكرم نفسه وأن يزكيها بالطاعة ويحميها من المعاصي وما يضرها، هذا هو الواجب عليه، فإذا أهملها فقد ظلمها، ظلم نفسه. نعم صحيح، وهذا ما زال الناس يستعملون، لا تظلم نفسك، لا تظلم نفسك، نفسك هذه أمانة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما معنى قد أفلح من زكاها؟ من يزكي من؟ هذه الآية تحتمل معنيين، قد أفلح من زكى الله نفسه، وقد خاب من دس الله نفسه. ويحتمل معنى قد أفلح من زكى نفسه، هو زكاها بالطاعة، وقد خاب من دس نفسه بالمعاصي. لكن في الدعاء المأثور يرجح بأن قد أفلح من زكى الله النفس، فقال اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. على كل حال، الإنسان يظلم نفسه إذا غمسها في المعاصي، إذا قصر بها في الطاعات، إذا لم يتق الله في نفسه. نفسك هذه أمانة، تعرض لسخط الله عز وجل، تعرضها العذاب، هذا جلدك سيعذب في النار، هذه أطرافك ستدخل النار. فلذلك الإنسان يظلم نفسه. تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما أسفل كعبين من الإزار في النار. إذن هذا يعرض كعبيه للنار إذا أرخى إزاره. أرفع يا أخي، هذا حقك، هذا كعبك، هذا لا حق عليك. لا تعرض نفسك إيش للنار، لا تعيش حياتك وانت تقول يعني رد على الثوب، يعني مش المشكلة، يعني يا الله الله غفور رحيم. أنا أذكر موقفا عجيبا عظيما يستحق الوقوف عنده. عمر الخطاب ضرب بخنجر مسموم، الذي قتل فيه، الذي استشهد فيه، حادث خطير جدا، ما هو جرح كلام، حتى أنه يسقى النبيذ يعني العصير فيخرج من جوف، يعني فتح معدته، خنجر مسموم. فلو وضعوا رفعوا رأسه على وسادة، وأخذ يوصي وأخذ وتأكد الصلاة، ماذا فعل الناس بالصلاة، هو بيموت وفكر أشياء أخرى. ففي هذا الأثناء، والقصة في صحيح البخاري موقف عظيم، دخل شاب يجر ثوبه ويطمن عمر، أنت عمر أمير المؤمنين، أنت خليل، ما سمعنا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ومع أبو بكر وعمر، وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر وعمر يعني، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام هو عن كراض، طبعا النبي بشره بالجنة، يطمن يعني أنت مقبل على الموت.
هذا الشاب، وعمر لا يلتفت إلى شيء من هذا الكلام. لما انصرف الرجل لمح عمر وهو شوف حالة موت يا جماعة، حالة إيش؟ قتل، سم خنجر ببطنه. لمح الشاب قد جر ثوبه، تدري إيش قال؟ والله ما قال له انصحوا قولوا له، قال ردوا علي الشاب، أو قال الغلام نادوه، رجع قال له يا ابن أخي ارفع ثوبك بيموت. وين الناس اللي يقولك يا أخي درجة على السبعة دخل الناس جهنم علشان هذا؟ أمير المؤمنين هذا مبشر، هو حي في الدنيا بشر النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، قال عنه لو كان بعدي نبي لكان عمر. هذا الشيء يعني هذا من خير ما خلق الله من الرجال من وطاء الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، ما واحد هذا عمر خطاب بيموت يا جماعة بخنجر سم. قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، فإنه أنقى لثوبك ها وأتقى لربك. يعني المرأة لأنها عورة تجر ثوبها وتتعرض لما يلتقط من الأرض. وكنا يسألنا الرسول صلى الله عليه وسلم كم ترخي باع؟ قال لا ذراع. قال إذا تنكشف. طيب شوف الآن الرجال والنساء انعكست المسألة، النساء يقصرن الثياب والرجال يطيلون يسبلون الثياب. ليه؟ لماذا؟ مو قادر على نفسك؟ اضغط على نفسك، هذه النفس تحتاج ايش؟ مجاهدة. ارفع ثوبك. بعد اليوم يا اخوان العالم ناس رافعين ثيابهم. انا ادركت وقت والله يا اخوان من النادر شباب يعني واحد مقصر ثوبه. تعال شوف انت تمشي، هذه انا ادركتها. كل واحد طنز عليك من الصوت، ليش داشة اخوك؟ بعد جاء قصرت شوي، جا نمشي نتهاوش مع العالم، اسكت واسكت. الحين ما شاء الله عالم قصرين تشاديش معنا. ليش انت لحد الان؟ ها؟ خام الشارع وياك؟ ها؟ ارفع فوق الكعب يا اخي. وبعضهم يحطه على الكعب على الحفه، اذا سويت كذي صار مسلم، اذا سويت كذي يا اخي ارفع. ايش خايف منه؟ ارفع ثوبك. احتسب عند الله كم سيعطيك. فهذه النفس امانه، صح ولا لا؟ لا تعرضها للوعيد. فهذا ظلم العبد نفسه بالمعاصي. المعاصي ايش تشمل؟ قلنا اما تفريط بالمامورات واما وقوع في المحظورات. وانت عليك ان تحمي نفسك من هذا ومن هذا. اجتهد بتحقيق وامتثال المامورات، واجتهد في اجتناب المحظورات. كمل القسم الثالث. القسم الثالث ظلم الناس والتعدي عليهم بدمائهم واموالهم واعراضهم، فهذا ظلم الناس. فالنوع الأول وهو ظلم الشرك لا يغفره الله، والنوع الثاني وهو ظلم النفس، فهذا تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه. والنوع الثالث وهو ظلم العباد، هذا لا يترك الله منه شيئا، لأنه لا يسقط حق المخلوق حتى يسمح عنه، فلا يترك منه شيء ما دام المظلومون يطالبون بحقوقهم، فلا بد من أدائها ولا يعفو الله عنها حتى يعفو عنها صاحبها الذي ظلم. فهذه أنواع الظلم. نسأل الله العافية. هذا خطير جدا، خاصة الغيبة. الغيبة من الظلم الذي إيش؟ لا يغفره الله عز وجل. يعني لو أن أحدنا تخيل كل واحد في حياته ذكره بما يكره، كم واحد راح يكون؟ الطابور طويل راح يكون. ها اللي معك بالدراسة، واللي معك، واللي بعيد، والحي والميت. حتى الميت لو غيبها ما سباك الميت يعني ما يغتاب. إذا الميت ما يغتاب، إذا اللي كفل الصحابة بعد ما عليش، لأن الصحابة ميتين. في ناس هكذا يقولون، في ناس ليبرال لا كثرهم الله، قال ليش القانون يحاسب اللي يسب الصحابة؟ ما هم كويتين عشان اللي يسبهم يحاسب ولا يعاقب. ناس بالتاريخ احنا شكو. ها؟ هذا موجود. إذا هكذا بعد واحد يسب الأنبياء لهم هم موجودين ولا هم كويتين. إذا هذا بعد واحد إيش؟ يطعم بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. يعني فكر. لكن الله جل وعلا يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ظلم العباد خطير جدا. طيب واحد ما يدري وين هذا الاغتابة ولا وين هذا، يعني قد يكون واحد مثلا يغش غشاش قاعد في محل، وهذا موجود في ناس جاي يسأل السؤال، قال أنا كنت مكان فلاني
وكلنا نغش الناس، رايحين طالعين الناس، مو في شغل الكويت، في بلد أخرى. يقول نشتغل على الحدود وكلنا نجمرك العالم، ناخذ من الفلوس، نضحك عليهم، نصرف لهم العملة وناكل عليهم. الآن تبت استقمت، وين أحصل الناس اللي قد يكون 1000 2000 3000 اللي مر علي؟ انتبهتم؟ هذا نقول إيش؟ تتوب إلى الله توبة النصوحة، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. صح، ما يستطيع إنسان يعني يتسامح من كل الناس، ما يستطيع أن يرد حقوق الناس كلها. طيب واحد ميت شلون يرد حقه؟ واحد ما عرفه، هذا أيضا يرد عليه السؤال. كان عندنا واحد يشتغل وأخذت فلوس ظلمته، سافر ما عندي خبر عنه. نقول مثل هذا تتصدق بالمال إذا كان مال عنه، بالنية عنه، ولكنه ليس بمسلم. حتى لو كان ليس بمسلم تتصدق بالنية عنه، لأن ممكن هذا الصدقة عن الكافر، الكافر لو تصدق في الدنيا ممكن يعطيه الله جزاء، ممكن يعطيه الله عز وجل جزاء في الدنيا، يوسع عليه ولا يعافيه ولا يشفيه ولا ما يضرب نحدا، لكن في الآخر الكافر ماله أجر. ولأن لو قلنا الواحد التائب يأخذ أموال الناس وتائب بما أنه مال حرام، إذن يعني يكون عليك حلال لأن صاحب حرام، هذا لا ما هو صحيح. ولذلك سؤال الشيخ عثمين عن من واحد كسب مال بالحرام، كيف يعمل حرام؟ قال مثلا يتاجر بالخمور، أصلا باع واحد خمر وأخذ ماله، أو شريك معه في الخمر تصير هذه، أو شريك مع المخدرات، ثم تاب إلى الله وبقي معه مال الحرام، إما مال ميسر أو مال تجارة الخمر أو المخدرات، فهو أصلا كاسبه بالحرام، أصلا بايع خمر. قال هذا المال يتخلص منه، مو يتوب الله عز وجل يأكل هذا المال، ويتخلص منه كيف؟ بالصدقة. وتكون هذه الصدقة ليست للتقرب بها إلى الله عز وجل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولكن يتخلص منها، يتصدق بها للتخلص من إثمها لا للأخذ الأجر منها أو من ورائها، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإذا تخلص منها يجعلها في الصدقات، لكن يجنبها ماذا؟ ما يجعلها لا في مصاحف ولا في مساجد ولا في كتب أهل العلم، يجعلها في كما يقال في إقامات اللي يدفع فلوس إقامات رسوم، في تسجيل مدارس، في حاجات مثل هذه، ها لا بأس. في ناس صار عليه غرامات ولا مخالفات ولا ما عنده، فهذا ممكن تدفع له. لكن على كل حال إذا استطعت أن تعيد الحقوق إلى أصحابها وجب عليك أن تعيد الحقوق إلى أصحابها، عجزت عن ذلك تتخلص منها ما استطعت. فإن صدقت في توبتك يتحمل الله عنك ويرضي خصمك يوم القيامة. لكن الظلم ظلمات، المقصود يعني أنت قبل أن تبحث كيف أفعل إذا أنا ظلمت فلانا أو أخذت أكلت ماله أو إلى آخره، ابتداء أولا لا تظلم. نتكلم عن إيش؟ الأكمل أنك لا تظلم، لكن لو أن قدر الله الإنسان ظلم تاب الله عز وجل، عاد كيف يتخلص كما ذكرنا. طيب كمل. والظلم نوعان، النوع الأول ظلم أكبر يخرج من الملة وهو الشرك، الشرك الأكبر يخرج من الملة. النوع الثاني ظلم أصغر وهو ظلم العبد لنفسه، هذا لا يخرج من الملة لكنه محرم. أو ظلم الناس أيضا، هذا لا يخرج من الملة وهو محرم وكبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يخرج من الملة. فظلم العبد لنفسه وظلم الناس يدخل تحت الظلم الأصغر. نعم، بارك الله. نكتب على القدر، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.